أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجل الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، ينعقد في الفترة من 26 إلى 30 من شهر 5 الجاري المؤتمر التأسيسي لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية تقدم. يتطلع المشاركون في المؤتمر إلى تشكيل أوسع جبهة مدنية ضد الحرب واستعادة المسار الانتقالي. راديو دبنجا التقى بالمهندس خالد عمر عضو الهيئة القيادية لتقدم وسألته عن من سيشارك في فعاليات المؤتمر وهل سيفتح المؤتمر التأسيسي صفحة جديدة في تاريخ العمل المدني السلمي. إلى حديث الباشمهندس خالد عمر يوسف. وطبعا المؤتمر التأسيسي لتقدم سيكون في الفترة من 26 ل 30 ومتوقع مشاركة أكثر من 600 مشارك جايين من قريب 30 دولة في العالم اللي هم 24 مركز بتاع صعد ممثلين ومباشرين لتقدم في الخارج بالإضافة لناس جايين من دول تانية و18 ولاية في السودان ممثلين لل18 ولاية في السودان بالإضافة لممثلين بتاع 10 فئات نوعية اللي هي المبدعين والمثقفين الإدارات الأهلية طرق الشخصيات الدينية المزارعين الرعاة أصحاب الأعمال ذوي الإعاقة والعسكريين المتقاعدين والفئات دي كلها الناس يعني المنهج اللي اتبعوه إنه التصعيد للمؤتمر يعني يتم بشكل مباشر من القاعده بتاعت الجهات المختلفه دي يعني الولايات نشات فيها مراكز الولايه هي بتختار ممثلينها في المؤتمر الدول 24 دوله نشات فيها مراكز المراكز هي اللي بتختار ممثلينها الفئات النوعيه دي الفئات دي بتجتمع مع بعضها البعض وبتحدد الممثلين بتاعينها يعني وده بيخلي انه يعني المشاركين في المؤتمر هم في الغالبيه بتاعتهم هم من خارج ما كانوا جزء من تقدم من بعد اجتماع التحضير يعني لأنه دي كلها فئات جاية حديثا للمؤتمر التأسيسي بالإضافة لقائمة نوعية دي وجهت فيها دعوة لعدد من الشخصيات السودانية ذات الأثر في الفكر والأدب والثقافة والسياسة والاجتماع وفي شخصيات مهمة للغاية من مختلف قطاعات المجتمع السوداني يعني برضو واحدة من الحاجات المهمة الاختراق التم في ما يلي لجان المقاومة كان طبعا في تأسيس تقدم كان فيها تنسيقيات من لجان المقاومة خمسة أو ست تنسيقيات من ولاية الخرطوم الآن تقريبا أغلب ولايات السودان سمت ممثلين تاني تنسيقيات لجان المقاومة حاضرين حيكونوا في الاجتماع وبالتالي التمثيل بتاع لجان المقاومة داخل التقدم حيكون تمثيل بيشمل كل السودان مش الخرطوم فقط يعني برضو حتى في الخرطوم نفسها في تنسيقيات ما كانت جزء من التقدم الآن يعني أزال يعني وزيرة العوائق اللي كان بتخليها جزء من التقدم والآن هتشارك في المؤتمر التأسيسي برضو كده يعني المؤتمر طبعا متوقع إنه يعني يناقش قضايا عديدة اللي هي هيناقش الوضع الإنساني هيناقش الرؤية السياسية لإنهاء الحرب هيناقش التصور التنظيمي للتقدم في الفترة الجاية عشان تشمل المجموعات الواسعة دي وتتسع أكثر والمؤتمر أيضا يعني وجهت الدعوة لقوة سياسية صديقة بصفة مراقب حتحضر الاجتماع اللي هي الحركة الشعبية داخل السودان قاعدة ينزل حلو حترسل وفد تحضر الاجتماع المطور الشعبي حيرسل وفد تحضر الاجتماع الاتحاد الأصلي بقيادة مولانا حسن مرغني حيرسل وفد يحضر الاجتماع وحيكون في جلسة ختامية يوم 30 مايو الجلسة الختامية دي هتشهد مشاركة واسعة يعني من المجتمع الدولي والإقليمي يعني كلهم حييجوا عشان يحضروا ختام الجلسة يعني في أيضا حيكون في اجتماعين نوعيين سابقات للاجتماع بتاع يوم 26 حيكون يوم 25 هم اجتماع للنساء الجاية تحضروا المؤتمر ودين نسبتهم بلغت نسبة يعني حيكون في أكثر من 180 امرأة مشاركين فيهم وأيضا اجتماع الشباب واللي يوجد فيه أكثر من 200 شاب برضو حيكونوا مشاركين فيهم ودين برضو حيكونوا جزء من الفعاليات حقت المؤتمر يعني غير الجلسات حقت الصباح في كل يوم حيكون في جلسة مسائية نوعية بين القيادة بتاع التقدم وبين فئات نوعية من يعني حيكون في لقاء مع النازحين واللاجئين الجايين من المعسكرات حيكون في لقاء مع شخصيات دينية ولا إدارة الأهلية حول السلم الاجتماعي في السودان حيكون في لقاء مع المفكرين والمثقفين والإعلاميين والمبدعين الموجودين وحيكون في لقاء أيضا مع أصحاب الأعمال والمزارعين والرعاة حول الوضع الاقتصادي والإنتاجي في السودان يعني المشاركين بدوا في الوصول في أدس أبابا ونتوقع اكتمال وصولهم بعد غدا
توافق 25 وبدايه المؤتمر في تاريخه في صباح 6 فهم هم ما 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 جزء من التقدم يعني، لكن شاركوا مع التقدم الموقف المناهض للحرب والداعي لوقفها وكده يعني. وحضورهم المؤتمر حي يعني يدي فرصه اللي هو لتطوير العمل المشترك ما بينه وبين اللي قدامك يعني. كان في الاتفاق الإطاري كان في علاقة تنسيقية اسمها القوة الموقعة الاتفاق الإطاري يعني. طبعا لما نشأت التقدم هو ما كان جزء من التقدم، الناس بدوا معاهم حوارات حول تنسيق المواقف المناهضة للحرب، والحوارات دي أثمرت حاجة إيجابية، أثمرت حضور الحركة الشعبية للقادة للمؤتمر، حضور الحزب الاتحادي والمؤتمر الشعبي للمؤتمر، وده هيشكل فرصة للتنسيق بين التقدم وبين الحركة الشعبية والاتحاد الشعبي حول الجهود في الحرب. اتقدمت حقيقه عديد من الطلبات يعني، والطلبات دي تم قبول اكثر من 40 جهه جديده، اغلبها طبعا في المجتمع المدني وغيره، ودي تم قبول طلباتها وحتشارك ايضا في المؤتمر يعني. حيشارك منهم 20 حضوريا وفي 20 حيشاركوا اسفيريا، دي ذاتهم بسبب يعني في النهايه المحدوديه بتاعت الموارد يعني، لكن في 20 حيشاركوا حضوريا من الجهات الجديده اللي انضمت التقدم مؤخرا. بالتأكيد الفكرة الأساسية هي إنه كيف تقدم يعني المؤتمر نفسه أصلا فرصة لتوسيع بصورة كبيرة، لأنه غالبية المشاركين هم ما كانوا جزء من التقدم من قبل، وبالتالي هي حتتضاعف في المؤتمر ده يعني، لأنه بعد المؤتمر حتطلع حاجة أكبر مما كانت عليه. وبكل تأكيد الاتجاه الدائم بتاع التقدم هو اتجاه التوسيع والتواصل وتوحيد المواقف المناهضة للحرب، ده حق المؤتمر طبعا. في النهاية المؤتمر هو عنده الحق في كل شيء يعني، يعني المؤتمر حيختار قيادة جديدة بتاع التقدم، حيناقش الهوية السياسية، حيناقش ال اللي هو الهيكل التنظيمي وغيره يعني. من حق المؤتمر انه يتخذ ما يشاء من القرارات. طبعا إدارة عملية اللوجستية الضخامة دي حاجة ما بسيطة، ان انت بيديك قريب سوفيت تشارك من قريب 30 دولة في العالم، دي حاجة بسيطة يعني. لكن برضه طبعا إدارة التحالف بالاتساع ده طبعاً برضها ما مزالة برضها بسيطة يعني، في يعني فيها تعقيدات وتحديات حقيقية يعني. لكن أفتكر إنه الناس يتجاوزوا تحديات بتاع تنسيق العمل المشترك في التحالف بالاتساع ده، ويتجاوزوا جزء كبير من العقبات اللوجستية الحال كانت بتحل دوكيا والله. بكل تأكيد طبعاً الوضع في الداخل يعني، الناس اللي هيشاركوا في الداخل يعني حيجوا في اوضاع صعبه للغايه، الاوضاع العالميه في السودان كلها طبعا غايه في التدهور يعني. لكن يعني نحن بنعمل في انه تكون في مشاركه واسعه جدا.